مندوبا عن وزيرة التنمية الاجتماعية، رأى أمين عام الوزارة عمر حمزة الندوة الحوارية التي نظمتها جمعية رنتيا الخيرية بالتعاون مع جمعيات شرق عمان للحديث عن واقع وهموم الجمعيات والتحديات التي تواجهها والبرامج الخيرية المنوي العمل بها خلال شهر رمضان الكريم بحضور رؤساء وأعضاء الجمعيات. رئيس جمعية رنتيا الخيرية نبيل القطامي تحدث عن دور الجمعيات في تقديم الخدمة الإنسانية للأسر العفيفة وتفقد أحوالها، مبينا أن العمل التطوعي الخيري هو هدف رئيسي لكل جمعية تحت مظلة وقيادة وزارة التنمية الاجتماعية، والتي تبذل كافة الجهود من أجل النهوض بالجمعيات الخيرية ودعم مسيرة الجمعيات لتأخذ مكانها الطبيعي في خدمة شريحة واسعة من الأسر المحتاجة والذين يأملون منا الكثير. السيدات والسادة، إن العمل الخيري التطوعي هو منارة التي نستنير بها، ومن خلال برنامج التوعية والتأهيل والعمل معا كشركاء لينتج عن ذلك مجتمع مؤهل قادر على العطاء والتطوير. ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى سيدة العمل الخيري من رواد العطاء والتميز، معالي السيدة هالة بسيسو، على تكرمها برعاية احتفالنا هذا، والشكر الموصول إلى مديرية تنمية شرق عمان ممثلة بمديرها القدير سلام الخلايلة وكافة كوادر الوزارة والمديرية. الدكتور زكريا الشيخ تحدث عن الحوار ما بين المواطن والمسؤول وأهداف المبادرة التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع جمعيات شرق عمان، والتي يتخللها الأعمال الخيرية المندمجة بالعمل العبادي القادر على محاكاة حاجة المجتمع كمشكلة الفقر والبطالة وآلية تحويل الأسر المحتاجة إلى أسر منتجة وفاعلة بالمجتمع بإدارة متخصصة في هذا المجال. المبادرة مبادرة خلاقة ومبادرة طموحة، وهي مهرجان فرحة. جمعية رنتيا الخيرية رأت أن تدعو عدد من الجمعيات الخيرية في شرق عمان من أجل أن يكون هناك فعالية كبرى في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. هذه الفعالية تستهدف الأيتام، الأسر المعوزة، المحتاجة، المستورة، وأن تكون الفعالية خلاقة وليست فقط إطعام الطعام وغيرها من الأمور، وهذا قضايا هامة، لأن من فطر صائما في رمضان فله أجره وأجر، يعني من يفطر لا ينتقص من أجره شيئا. فأيضا يعني هناك بعض العبادات في العمل الخيري، وهناك العمل الاستراتيجي في العمل الخيري. الأمين العام لوزارة التنمية عمر حمزة أشاد بالشراكة والتعاون مع جمعيات شرق عمان ورؤية الوزارة لدور الجمعيات البارز في العمل التطوعي والسعي المتواصل في سد الثغرات التي تواجه الجمعيات والتغلب معا على التحديات وتجديد التعاون بين الوزارة والجمعيات في إيجاد عمل نبيل وبناء يخدم شريحة واسعة من أبناء المجتمع. خطوتك لكن جمعيات شرق عمان للأمانة من بتوفر فيها جمعيات من أفضل الجمعيات الموجودة على مستوى المملكة، وبديش أشكر لأنه أنت لمست الهبة اللي صارت عندنا في الجوفة وشفت تعاونهم، بصراحة رائع كانوا. بنشكرهم دائما على وقفاتهم وتعاونهم المستمر مع مديرية تنمية شرق عمان للأمانة، وكل الشكر لهم، ونتمنى أنه يكون في يستفيدوا من هالفرصة اللي أتاحت لنا حضور عطوفة الأمين العام. بصراحة مش دائما بيكون موجود ومتوفر. نشكره مرة ثانية ونشكر رئيس الجمعية ونشكر الحضور كلهم على هذا الحضور، وبارك الله فيكم. أثبت القطاع التطوعي بالأردن قدرته على التعايش مع الظروف المختلفة، وتعلمون أن تاريخنا بالأردن هو تاريخ صعب وكثير من المشاكل والتحديات واجهناها في هذه المسيرة، وكان للقطاع التطوعي الدور الكبير في المشاركة مع الحكومة في تنمية هذا الوطن وفي الصمود وفي التطور، وما زال التطور مستمرا. وكما تشهدون الآن التطور في مختلف المجالات، حتى في مجالات العمل التطوعي من حيث التشريعات والأدوار التي تقوم بها الجمعيات الخيرية، فلم تكن تقتصر عملها الآن على مجرد تقديم مساعدات هنا وهناك لبعض الفئات، لا بل خاضت كل المجالات في شتى مجالات التنمية المختلفة. من العمل أخذ كل استحقاق الجمعيات الخيرية، لا أدري لماذا. السبب الرئيسي أن صندوق الزكاة قد منح بالنظام والقانون
إعفاء كاملا لأي مبلغ يقدم من المحسنين. الجمعيات الخيرية بس يعفى أي مبلغ ب25%، وهذا مسمار النعش الأول في تاريخ الجمعيات أو مسيرة الجمعيات الخيرية. اثنين، هذه الكهرباء المضاءة في هذه الجمعية تدفع، ليس سكن تجاري، تدفع هي والمياه وكذا على السعر التجاري، هذا ليس تجاري، هي جمعية خيرية. ما حضرت كل كتبنا فيه وراجعنا المسؤولين ولا حياة من تنادي. اثنين، ثلاثة، ضريبة الدخل وضريبة المبيعات خشت علينا من طرق متعددة. أولها أنه بالتاريخ رجعي وبالسنين الرجعية أنت عليك كل سنة 200 دينار ضريبة الدخل. ليه؟ ما بنعرف، اللي بيعرف منكم بعلمنا. وتأتي هذه الندوة من أجل إطلاق مبادرة في الشهر الفضيل بالتشاركية مع مختلف جمعيات شرق عمان تحت مظلة تنمية شرق عمان.